ولكن إجراءات بدون مواكبة. وبدأت المعاناة، بدأت الكلية 1999 2000 2001 بدينا الكلية بدون مستشفى جامعي، خلينا سنوات طوال باش بدا المستشفى الجامعي، ثم جاء قرار مفاجئ ديال طلعوا العدد ديال الطلبة. كانت الطلبة الكلية ديالنا تدخل 150 طالب، ولات تدخل 370 طالب في السنة الأولى بدون مواكبة الأساتذة. عدد الأساتذة بالعكس، مجموعة المغادرات إلى آخره، اللي وصلنا ونفس الشيء كاين في أكادير. أكادير الآن جاي تروازيام أني في ميديسين، وما كاينش مستشفى، ما كاينش مستشفى جامعي. معناها أن الأزمة خطيرة. الدولة كتلام على كما قال تبسيط الخطاب، خطاب المريض كيجي خصو يداوى، ما عندوش خوف هو شو سكرت وبعدا عندو يتنفس في الخطاب دابا يمشي ينعس، ما بقاش غير يعاير اللي قدامه. بنفس العقلية خدامين مسؤولين، نفس العقلية هذاك المريض اللي كيجي مع الثلاثة ديال كيقلب على البلي، حتى هو كيقلب على هذاك النهار كيفاش يسلكو. وهذا هذا أزمة خطيرة كبرى للمستشفى العمومي. وزاد طينا بالله المستشفى الكلية الطب الخصوصية اللي بدا في الدار البيضاء في الرباط، وربما كان مشروع مراكش كله يقتات من القطاع العمومي. هنا الأساتذة أشرنا إلى ذلك، دابا كلشي متضرر في هادشي، المريض هو المتضرر الأول. لأن شكون المريض؟ المريض كنهضرو على المريض اللي عنده الرماد وعنده كذا، المريض اللي عنده الفلوس راه كيمشي، واللي من المسؤولين راه ما كاينش مسؤول كيداوى في المغرب، كيمشي يداوى برا، هذا راه معروف. إذا المريض ثانيا الطالب، الطالب ولا كيشوف بأن الأفق ديالو مسدود، اش غيدير؟ اش غيبقى يدير في هاد البلاد؟ وبالتالي الناس بدات تمشي لفرنسا من الحلات وكتقلب على الأفق. بقى الأستاذ، الأستاذ يعاني الناس، هذيك الإيماج ديال الأستاذ، الأستاذ اللي كيبقى في الكلية راه هو اللي عنده الكبدة على هذا القطاع العمومي، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعطيك أنا الوضعية الحالية، عدد الأساتذة البدنيين اللي كاينين شحال؟ 130 أستاذ. دعينا الأساتذة الميليتار لأن عندهم أوبيتال ديالهم. 130 أستاذ، شحال عدد الطلبة والأطباء اللي كيكونوا في هذه الكلية؟ 3000 ياك أسيدي، 3000 طالب. شحال عدد ديال لي ريزيدون اللي كنكونوهم باش يوليو أطباء اختصاصيين؟ 600 وشي حاجة، 1000 ريزيدون. شحال عدد ديال المصاريع اللي كنصرفو عليها كرؤساء المصاريع؟ كالمستشفيات اللي تابعة للجامعة، 45 مصلحة. شحال عدد القاعات العملية؟ 30 طبيب. بالله عليك جيب اي واحد عنده شويه العقل قول لي راه 130 استاذ خصهم يكونوا 3000 طبيب، 1000 ريزيدون، 30 قاعه عمليه، 45 مصلحه. واما شدوا الاستاذ ونكلونيو خرجوا منه 10، اما هذا الاستاذ غيتصاب بجميع الامراض وما كاينش فينا اللي ما عندوش مرض. انا عندي السكري وعندي الطونسيون بجوج، بقعه وحده نتيجه لهذه المعاناه. واما غيسالي واحد الوقت غيجمع حوايجاته ويخرج بحالو للكليب يربح حسن وفي ظروف اقل. ولكن هذا واش حل؟ نقول هذا ماشي الحل، الحل هو فبالتالي هذا الطرح ديال السي النبي الخليقي بغينا يكون هذا الاشتغال، ربما كان قرارات وكذا ناقشوها، ولكن راه اللي يخبطوا ولا الامر. الامر الناس ما كانش يقول لك ولا غنقاوش بوست ولا، وكل واحد كيقرا براحه ديالو الجزئيه. اما المشكل الاعمق الكثير، المشكل راه ديال الصحه والمواطن حاليا ومستقبلها المرهونه. التكوين الطبي، الاطباء ديالنا الحمد لله تكوين كان، رغم ان المؤشر ديال الكلاسمون ديال 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 التطبيب متدني، جوده التكوين كنا الحمد لله دائما من اوائل الدول في العالم. حتى الطلبه ديالنا اللي خريجين كليه الطب كاينين دابا حاليا كاينين اللي كيخدموا في ليزيتاسيوني، كندا، فرنسا، جميع دول العالم. دبلومات معترف بها، تكوين معترف به، ما كاين حتى شي اشكال، ولكن هادشي ما غيدومش لانه مستحيل يبقى. العدد ديال الطلبه كثر والعدد الاساسي قليل، يعني الجوده يوميا غتصابت الحاضر، ولا حتى الجوده ديال التكوين. راه الحياه ديالنا انا اللي غيداويني في الدار، انا ما عندي باسبور ليموني، انا حنا مغاربه، غنبقاو نصداع غنبقاو مغربي، وحدين اخرين كيشعلوا العافيه وكانوا نصداع يجيو بحالهم، غنبقاو في المواجهات لبعضياتنا. هذا الشيء خصنا نتقتلوا جميعا من اجل انقاذ المستشفى الجامعي، لان كيخالف المستشفى الجامعي هو ان الاستاذ خصو يكون، لان يعني الاستاذ ماشي اللي كيخدم كيفورمي، هذا هو لا ميسيون لا بيز امبورتونس. تخدم اي واحد يقدر يخدم، ولكن واش اي واحد كيفورمي؟ لا، شيروجان كارديو باسكولار عندنا واحد راه باغي يخرج، دار غريف كاردياك، بريمير غريف كاردياك في المغرب، راه غيخرج حاله، راه لان كل نهار كيمشي كيبقى جيش ديال المواطنين كيتسناو، كاين اللي عنده العمليه كيتسنى دي عامين.
شكون اللي غيبن نجو لانه باش يفتح المريض خصو البناج علاش علاش هذا البناج ثلاثين عندنا ستة الاساتذه بناجه ما يمكنش ونفس الشيء بالنسبه للاساتذه في المرض استاذ ولا خير من جسد لانه في مواجهه مع العائله المرض يقول لك انا عندي رونديفو اربع شهور واش المشكل ديال الاستاذ فبالتالي خاصه المقاربه الشموليه هي اللي مهمه وكما قال سيدنا الخبير خيرا مرارا وتكرارا قلنا لا بد من تكالف جميع الامر ديما كنقولوا ديال الصحه والتعليم ما خصو تكون فيه لا مزايدات سياسيه ولا نقديه لانه يرهن مستقبل البلاد سنوات وسنوات وشكرا.